حمدا لله على سلامتك يا ابنتي. سلمك الله من كل شر يا عمتي. الحمد لله أنك لم تمكثي في المستشفى سوى ليلة واحدة. لو رأيت بكر وهو يحمل لنا الخبر كان في حالة يرثى لها. إذا لم يخف على خطيبتي التي ستصبح بإذن الله زوجة له فعلى من يخاف؟ لم أكن أعرف أن بكر يحمل في قلبه كل هذا الحب. لقد أحسست به. عند الشدائد يعرف الرجال. أمي، أريد من أبي أن يتعجل المقاول حتى ينتهي من بناء حجة العروسين. يعلم الله كم أكن لك من حب. وأنا أحمل لها في قلبي معزة كبيرة، والله كأنها واحدة من بناتي. هذا عطف كبير منكم. عم صالح، عم صالح. نعم. ها هو خالد. يا خالد، خالد، نحن نبحث عنك. ما بك يا خالد؟ لا شيء يا بدر، لا شيء، فقط كنت أفكر في أمر حيرني قليلا. خيرا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. كنت أبحث عن بعض المحصولات التي تصلح بين الفسائل. أنت الذي يقول هذا؟ أين خبراتك يا رجل؟ لست جاهلا يا صالح. لست جاهلا يا أخي، ولكني أبحث عن الأنسب فقط. الأنسب هو ما يتناسب مع مزرعتك من حيث التربة ومن حيث المياه والجو المحيط. هذا فقط ما أبحث عنه ويشغل فكري. كيف للمزارع أن يحدد نوع المزروعات المؤقتة يا عم صالح؟ لكل أرض ظروفها وطريقة زراعة الفسائل فيها. مثلا تفضلوا معي. اطمئن يا سالم، كل شيء على ما يرام. ألو سالم، كيف حالك يا أخي؟ اهتم بنفسك، نحن جميعا بخير، لا ينقصنا سواك يا أخي. نعم. هاتي يا مريم، هاتي. ألو. نعم يا سالم، اسمع، أنا بإذن الله سوف. ألو. انتهت المكالمة قبل أن أقول له ما في صدري. ماذا كنت تريد أن تقول له؟ لا شيء. لا شيء؟ ألم تقل إنك لم تستطع أن تخبره بما في صدرك؟ أردت أن أطمئن عليه وعلى أحواله وماذا يفعل في غربته. وهل هذا ما في صدرك أنت أم ما في صدره هو؟ مريم، مريم، من غير المعقول أن تحاسبيني على كل لفظ أتفوه به. ما الذي بينك وبين سالم يا رضا؟ ليس بيني وبينه إلا الخير. أشعر أن هناك الكثير والكثير، ولكن أريد أن أقول لك شيء. وما هو؟ نحن جميعا إخوة ومن أب واحد، ومهما كان بيننا من خلافات فالإخوة في النهاية لبعضهم البعض. ماذا تعنين بكلامك هذا يا مريم؟ أعني ألا تضع الفرقة بيني وبين إخوتي. مريم، أمعقول أن أكون بهذا السوء يا مريم؟ أقول لك هذا لأنك زوجي وأريد أن يحترمك الصغير والكبير. شكرا لك يا مريم، شكرا لك. أين العشاء يا مريم؟ حالا يا رضا. قل يا بدر. نعم يا عمّا. كم تظن المسافة بين الفسيلة والأخرى؟ على ما أظن يا عمّا
10 أمتار. هذا عظيم، عظيم جدا. يمكن في هذه المسافة أن تزرع بعض أشجار الفواكه المؤقتة التي تتناسب في حجمها وقابليتها للتربة وكذلك المياه. أوه، عدنا إلى المعضلة من جديد يا خالد. لا 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 يا خالد، لا معضلة ولا شيء. يمكنك أن تزرع بعض الحمضيات وكذلك الحلويات. وهل تنجح هذه المحاصيل وتنتج في مزارع النخيل؟ طبعا يا ولدي، تنجح وتنتج تماما بشريطة العناية بتقليمها وتسميدها وكذلك ريها وكذلك الآفات والأمراض. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن جرت العادة على أن تزال أشجار الفاكهة بعد وصول أشجار النخيل إلى إثمارها بالكامل. وما المشكلة في هذا؟ المشكلة يا صالح أنني لا أريد أن أقلع أشجار الفاكهة بعد إثمارها، هذا خسارة والله. وفي الواقع هذه المسألة يمكن تلافيها بتقليم الأشجار كما قلت، أشجار الفواكه المؤقتة وكذلك تسميدها تسميدا جيدا وكذلك العناية بالماء وكذلك نأخذ بالنا جيدا من الأمراض والآفات. كم كنت أتمنى أن تكون عندي مثل خبرتك. إذن عليك أن تتعب وتعرق لتصل إلى هذه المكانة، لا أن تتمنى. ولكن قل لي، ما الذي دعك إلى قول هذا؟ علمك حتى في الأشجار المؤقتة وأشجار الفاكهة. نعم يا بني، فإنها تحميها في البرد من شدة البرودة وفي الصيف من الريح السموم. وهل يمكن أن تزرع بين الفسائل، قصدي المساحة بين الفسائل، بالخضروات أو بالمحاصيل الحقلية؟ يمكن يا ولدي، فالمنفعة هنا مشتركة. كيف؟ النخلة تفيد الخضروات هنا بأنها تحميها من البرد والحرارة، والخضروات تفيد النخلة في كثرة السماد والمياه وما إلى ذلك. تعلم يا خالد، تفضل يا بني، توكل على الله وازرع بستانك هذا بأشجار الفاكهة، منها تأكل ومنها تبيع حتى تكبر فسائلك. أعتقد أن هذا أفضل يا بدر. وعند زراعتها أكون لك من الشاكرين لو أشركتني في زراعتها. الله أكبر، الله أكبر، هذا معاون أرسله الله سبحانه وتعالى وبالمجان. سأفعل إن شاء الله يا صالح. ولكن قل لي يا بدر، عندما تأخذ هذه الرسالة وتنجح فيها، هل ستكلمنا حينئذ؟ ولما لا يا عم؟ وهل ينسى طالب العلم فضل معلمه؟ لا يا عماه، لن أنسى طيل حياتي فضلكم إن شاء الله. أكرمك الله يا ولدي. ألو؟ نعم سالم، هل أنت بخير يا سالم؟ ها يا سالم، هل بدأت في إعداد رسالة الماجستير؟ نعم؟ ماذا؟ صالحة؟ ها هي بجواري وتريد أن تتحدث إليك. هيا ابنتي، هيا ابنتي قبل أن تنتهي المكالمة. ألو سالم، كيف حالك؟ الحمد لله، نحن جميعا بخير، لا ينقصنا سواها. سوى أنت؟ هذا بدر يريد أن يتحدث إلي. سالم، لا تنسى أن تتحدث إلي بين الحين والحين عبر الهاتف حتى نطمئن علي. مع السلامة. ألو سالم، كيف حالك يا سالم؟ أنت الآن في فرنسا، ها؟ هل حققت طموحك؟ ألو سالم، لقد انتهت المكالمة، هل اطمأن قلبك؟ ها؟
لقد أصبتها بالخجل يا بني. وفقه الله وأعاده إلينا غانما سالما. لا يزال أمامه المشوار طويلا، ولا نعرف حال الأيام. بدر، دعك من هذا الكلام. الحمد لله أن صالحة لم تسمعك وإلا غضبت منك. أنا لم أقل في كلماتي شيئا يدعو إلى الغضب. دعك من هذا الكلام. المهم أنني اطمأننت على صالحة، وسوف تتزوج إن شاء الله من سالم. وأنت؟ أنا؟ 3 ليال وأنت شارد الذهن يا ولدي. ألا تنوي الزواج أنت الآخر؟ أنا؟ لا لا، بإذنك. لا لا، بإذنك سأظل وراءه حتى أعرف ما يخفيه عني. أهي رسالة الماجستير أم شيء آخر يتعلق بقلبه؟ لابد أنه شيء آخر، وسأعرفه قريبا. نعم. تصحبك السلامة يا سالم. سالم، كيف حالك يا ولدي؟ لا تنسى أن ترتدي ملابس ثقيلة، وأن تتغطى ببطانية ثقيلة خشية البرد. هل اطمأن قلبك الآن إلي بالسماع؟ مع السلامة يا ولدي. سالم، لقد نسيت أن أخبرك أن بكر خطب فتاة طيبة. ها هو بكر لتهنئه. تعال يا بكر، تعال. سالم يا أخي، أخيرا وجدت من ترضى بي زوجا. سالم، ألو. لم يسمعني. ولكني أخبرته. كنت أريد أن أسمع منه كلمة مبروك. سيخبرك بها إن شاء الله في المكالمة التالية، وساعتها تكون قد تزوجت. ولدي، ولدي. ما بك يا شيخة؟ دموع أخرى؟ إنه ولدي يا صالح، وما أقسى الفراق على قلب الأم. سوف يعود ناجحا ظافرا بإذن الله. المهم يا أبي أن تتعجل المقاول لينتهي من بناء حجة بكر، حتى نفرح به ونسعد بزفافه. سأفعل إن شاء الله. من هذا الذي كان يتحدث في التليفون؟ إنه أخوك سالم يا حصة. ولماذا لم تنادوا علي لأكلمه؟ كنت أريد أن يرسل إلي بعض الأشياء من فرنسا. لا لا شأن لك بهذا، اهتمي بدروسك، أنت في السنة النهائية للجامعة. أما مستلزمات البنات هذه ففيما بعد، فهمت؟ فهمت يا أبي، والسلام عليكم ورحمة الله. ما بك يا بكر؟ أنا لا لا شيء. أما زلت متأثرا لأنك لم تخاطب أخاك؟ ماذا يفعل وقد انتهت المكالمة؟ انتهت المكالمة أم أنه لم يرد أن يسمع صوتي؟
بعد أبي ها أنت قد عدت إلى شرودك مرة أخرى، هل تخفي عني شيئا يا ابني؟ لا يا أبي لا شيء. بدر انظر في عيني لأرى إن كنت تخفي شيئا أو لا. أبي أنا أبوك، وقد قلت في نفسي إن بدرا يخفي عني شيئا وسأعرفه. ها قل لي، هل تحرك قلبك إليها أم عقلك هو الذي لا يزال؟ لقد تحرك قلبي. هيا يا بدر قل لي من هي وسأخطبها لك في اللحظة والتو. إنها ليست غريبة يا أبي. من هي؟ حصة، ابنة عمي صالح. حصة؟ حصة ابنة أخي صالح. حصة 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 حصة. إنها صغيرة يا ولدي. لا يا أبي لم تعد صغيرة، الأيام تجري وتمر. أم أننا سنظل أطفالا صغارا في عيونكم مهما كبرنا؟ هل كبرت حصة فعلا؟ إنها في السنة النهائية بكلية الآداب. أنسيت أنها مع صالح في سنة واحدة وميلاد واحد وشهر واحد؟ فعلا 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 فعلا. الأيام تجري ونحن نفرح ونلهو، إنها محسوبة من أعمارنا. أطال الله عمرك يا أبي. ها هل أذهب الآن لخطبتها؟ لا تكفي الخطبة يا أبي، بل نريد له عقد القران والزفاف في يوم واحد. صالحة صالحة سمعت ما دار بيننا من حديث وأتت في الوقت المناسب. ها سأذهب الآن لخطبتها من أبيها. ولكن ماذا؟ دعه يذهب. هيا يا أبي تصحبك السلامة. الآن؟ نعم الآن، خير البر عاجله. سأجهز نفسي وأذهب فورا. أخشى يا صالحة. بدأ القلق. أعرف أن الوقت سيمر عليك كدهر كامل حتى يعود أبي. اسألني أنا. من أخي ماضي؟ السلام عليك يا صالح. وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. تفضل تفضل تفضل. بسم الله. يا هلا يا هلا. القهوة يا بكر. لا يا صالح، أنا اليوم أريد أن أشرب الشاي من يد ابنتك حصة. حصة ابنة أخي وأريد أن أشرب الشاي من يدها. هيا يا بكر نفذ ما سمعت، قل لحصة إن عمك ماضي يريد أن يشرب الشاي من يدك. أمرك يا أبي. مبروك يا بكر، وربنا يتمم بخير إن شاء الله. شكرا يا عمي. تعرف يا ماضي أنها المرة الأولى منذ 20 سنة التي تأتي فيها إلى داري وحدك دون دعوة. لا تغضب مني يا أخي صالح، إنما يمنعني من زيارتك مشاغلك بالزراعة ومشاغلي بالتجارة. ومنذ أن ماتت أم بدر رحمها الله وأنا أقوم بدور الأب والأم معا. قلت لك منذ زمن ليس بالبعيد تزوج، ولكنك أعرضت عن فكرة الزواج. لقد فات أوان ذلك يا صالح. تخشى على أولادك من زوجة الأب؟ ليست قاعدة يا ماضي أن تكون زوجة الأب قاسية، وها أنا ذا أمامك مثل حي. لقد تزوجت من شيخة بعد وفاة أم بكر، وقد ساعدتني في تربية كريمة وبكر، ولم تفرق في المعاملة بينهما وبين بقية الأولاد. أنا الآن يا صالح لا أفكر إلا في سعادة أولادي فقط. صالحة وقد اطمأن قلبك إليها، وقد تمت خطبتها إلى ولدي سالم. بقي بدر يا صالح.
أنا أحب ولدك هذا حبا جما. وهو يحبك كثيرا ويقول دائما لو كان الأمر بيدي لمنحت عمي صالح درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الممتازة. الشاي يا عمي. ما شاء الله ما شاء الله، أسرعت الأيام وأصبحت الطفلة الصغيرة عروسا، ما شاء الله. أشكر لك يا عمي، تفضل بإذنك. ما الأمر يا ماضي؟ تكلم يا أخي. جئتك خاطبا. خاطبا؟ من؟ حصة. أريد حصة لابني بدر، وهذه هي رغبته هو التي جاءت بي إليك الآن على غير موعد. ها ما رأيك؟ لماذا توقفت عن الحديث يا صالح؟ أكمل يا أخي. وبعد أن شرح أحواله المادية وما يتمتع به من مركز تجاري عظيم، طلب هذا حصة لابنه بدر. إذن ألف مبروك. انتظر يا خالد، أنا لم أعطي كلمتي بعد. لم تعطي كلمتك بعد؟ ماذا تنتظر يا أخي؟ إنه شاب عظيم ذو خلق عظيم، وأنت بنفسك تقول هذا، كما أنه يحب أرضه وأهله. أنا لا أعترض عليه. إذن فيما تفكر يا صالح؟ لابد من عرض الأمر على الفتاة المعنية. اعرض الأمر عليها، فإن وافقت فبها، وإن لم توافق فعليك بإقناعها. إنه شاب عظيم ولكني خائف. خائف من ماذا يا أخي؟ حصة تريد أن تعمل بعد أن تأخذ الشهادة الجامعية، وقد يتعارض هذا مع زواجها من بدر. لا تسبق الأحداث يا صالح، فلكل حادث حديث. ها ماذا تقولين يا ابنتي؟ لا أدري يا أمي. كيف لا تدرين؟ ألا تعتقدين أن الوقت لم يحن بعد؟ بل حان، سوف تتخرجين من الجامعة بعد شهور قليلة، وأصبح الزواج هو الخطوة التالية في حياتك. ولكني أريد أن أعمل، وأنت تعرفين هذا. نحن لا نريد أن نناقش هذه النقطة، نحن اليوم نتحدث عن مستقبلك ومستقبل عائلة تكونينها. ولكن العمل ليس متقبلا لكل إنسان. يا ابنتي، لو كنت ستعيشين معنا بقية حياتك لكان لنا رأي محدد، ولكنك ستذهبين إلى زوجك، وأبوك في انتظار خبر مني. ولكني لم أره إلا عن بعد، فهل هذا يكفي؟ هذا شيء لا يطاق. سأتركك لأبيك، فهو أقدر مني عليك. هذا شيء لا يطاق. خيرا يا أم سالم. الآن سحصة، أصبح الواحد إذا أراد محادثتها عليه أن يستعين بمحامي للدفاع عن أفكاره. اختصر يا امرأة، هل رفضت؟ لا، لم تلفظها كلمة، ولكن معناها قائم. كيف هذا؟ حصة! حصة! اذهبي أنت ودعيني معها بعض الوقت. حصة! نعم يا أبي. ما رأيك فيما قالته لك أمك؟ إنه ابن عمك، وهو شاب جيد، وهو خير من يصلح زوجا لك. إذن اضحك أولا، وإلا فسوف لا أناقش الأمر معك. اضحك يا أبي. يا جمال الابتسامة، هذا الأمر يا أبي يتعلق بسعادتي. السعادة نسب وتناسب. كيف ذلك؟ هل لك أن تخبريني عن معايير السعادة من وجهة نظرك؟ اسمع يا أبي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بني. أهلا بك. اجلس بجانبي. أراك قد حرثت الأرض. طبيعي أن أفعل ذلك يا بني. كم كنت أتمنى أن أشاركك التسميد، ولكن كيف سمدتها؟ أحضرت الفسيلة والسماد العضوي. كيف؟ سأشرح لك ذلك. بسم الله. نحفر حفرة مناسبة في منتصف الحفرة الكبيرة، ثم نضع السماد في القاع دون إسراف، ثم نخلطه جيدا بتراب القاع. ثم نغطيه بالتراب السطحي، وأخيرا نغرس الفسيلة. هل فهمت الآن يا بدر؟ ولما كل هذه الترتيبات؟ تفاديا يا بدر لتعفن الجذور المتجرحة من فصل الفسائل الصغيرة عن أمهاتها بالسماد العضوي. آه هكذا إذن. نعم يا بني. وهذه العملية لتحسين التربة في المزارع الحديثة كما في مزرعتنا هذا. وما الذي ستزرع؟ سنزرع يا بني البرسيم، وغيرنا سيزرع اللوبيا العلف وهكذا. وماذا بعد؟ قصدي ما الاستفادة منها؟ عندما تنبت الأسمدة الخضرة نقوم بحرثها، فتضيف للأرض النيتروجين والمواد العضوية وغير ذلك. سبحان الله، سبحان مبدع هذا الكون العظيم. وهكذا يا أبا بكر، لقد شمر عن ساعديه وانخرط في العمل. كم تمنيت أن تراه بعد الانتهاء من العمل. أرأيت يا عم خالد أنك نسيت أنني خرجت من هذه العملية بحصيلة رائعة، فهي بدون شك ستفيدني في بحثي. لقد غلبك والله يا خالد. ولكن ثمة شيء لم أفهمه بعد. ماذا يا بدر؟ قمنا بتسميد الفسائل عند زراعتها أول مرة، ثم قمنا بعملية زراعة السماد الأخضر. السؤال هنا، ما الحال بالنسبة للنخيل البالغ؟ هل يسمد بنفس الطريقة أم بطرق أخرى؟ يا بدر يا ولدي، هناك نوعان من السماد، النوع العضوي والنوع الكيماوي. هل ستجعل من هذا الموضوع حكاية تسرق النوم من عيني يا عمي؟ لا يا ولدي، إن شئت أغلقت باب المناقشة فيه. أنا لم أقصد ذلك يا عم، لم أقصد. الله أكبر، أعد ما قلته يا ذكي. قصدت من ناحية التشابه في الموضوع، وقصدي موضوع الري الذي لم أنتهي منه إلا بصعوبة. لا، ما هذا ما رميت إليه يا ذكي؟ يا جماعة، أصبحت لا أفهم ما تتحدثان به. ألم تسمع مقالته؟ لقد قال يا عمي. لعن الله شيطانك يا خالد، ألا تكف عن مداعباتك أبدا؟ طبعا يا عم، لقد أصبح الصهر العزيز، أما أنا فلقد أصبحت في عداد الأصدقاء. لو كانت عندي عروس عجوز مسنة مثلك زوجتك إياها وأصبحت الصهر العزيز. ولكن من أين لي بها؟ إذا أقول مبروك. لا 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 يا خالد، لقد أحرجت الرجل. لا يا عمي، أنا مشغول في موضوع.